من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك، فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا ما يقرأ في كتب، ولا يدرس في كليات، ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر